مرحبا، هذول جهازين ايفون 3GS، اخر اصدار بالنسبه للوقت الحالي شهر 3 2010. نزل منهم نوعين بالنسبه للذاكره، 16 جيجا و32 جيجا. طبعا ما في اي فرق بالشكل، بس الذاكره الداخليه. بالنسبه للالوان، نزل لون اسود ونزل لون ابيض، هذا يكون شكل اللون الابيض. احرص لما تشتري الايفون يكون الكرتون مغلف، دار مدار مغلف، لان بعد كميه كبيره من الايفون يكون مفتوح من هذه الجهه ومغلف من كل جهه ما عدا هذه الجهه، معناته هذا شكله مفتوح. على بنا البياع يبيعك الجهاز ويفتح لك الجهاز، يفتح لك الكرتون ويوريك اياه بعدين تشتري. نهائيا لا تشتري اي ايفون مفتوح من قبل، لان الايفون تقدر تستعمله وتسوي عليه ريسيت وينعاد من جديد، وما راح تكتشف ان هذا الايفون مستعمل من قبل. وصارت وايد الناس نعرفهم انباع لهم اجهزة مستعملة وعيزوهم يصلحون فيها وماكو فايدة. هذا شكل الايفون الاسود، طابتين حلوين، تفتح تحب الطريقة. يكون فيه هنا كتيب، هذا الكتيب ماله، ومن الداخل كيبل USB، هذه فتحة USB لللابتوب وللشاحن نفسه حق الكهرباء. والناحية الثانية هذه فتحة حق الجهاز نفسه. عندك سماعة الهيدسيت راح تكون موجودة بعدين. الطريقة اللي تحط فيها السيم كارد، نجرب على الجهاز الثاني. أول ما تشتري الايفون شغله راح يطلع لك المسج هذا يقول لك حط الكرت. راح تاخذ الحديدة هذه اللي هي مكانها يكون مكانها في الكتيب، هذه الحديدة كاهي، طلعها تحطها هنا بالفتحة الصغيرة، يطلع لك مكان تحط فيه السيم كارد. تحط الكرت بالطريقة، تيجي تشغله يقول لك وصل التليفون في الايتون، برنامج الايتون. وهذه الخطوة اتمنى انك انت تسويها عشان يصير ريجستر على الايفون نفسه مع لابتوبك مع الايتون مالك انت. لا تخلي المحل يسوي لك اياها، انت اللي سويها. تعلم، طالما انه صار عندك ايفون لازم تتعلم على الايتون، تعلم من البداية شلون تشغل جهازك علشان تعرف شلون تتحكم فيه. ونشوف الفيديو الثاني اللي فيه راح نشغل الايفون.